لو الحكاية فيها إن فيجو. نروح بعد كده لبرج الميزان ومواليد الميزان. النهاردة عندهم تنافر فلكي في منازل الصحة، واشوف انه النهاردة مهم ان مواليد الميزان ياخدوا بالهم من صحتهم ويحاولوا يكونوا مرنين اكتر في التعامل مع اللي حواليهم، وطبعا ياخدوا قسط وافر من الراحة ويحاولوا ينظموا جهودهم علشان ما يضيعوش مجهودهم او طاقتهم في حاجات ملهاش لازمة.